السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. ناظرين، ناظرین، ویڈیو ویڈیو دیکھنے سے دیکھنے سے پہلے پہلے اگر آپ اگر نے آپ نے ہمارے ہمارے چینل کو چینل کو سبسکرائب نہیں سبسکرائب کیا نہیں تو کیا کر تو لیں، کر لیں، اور ساتھ اور ہی ساتھ بیل ہی بیل آئیکن کو بھی آئیکن کو کلک بھی کر کلک دیں کر دیں تاکہ تاکہ آنے والی آنے نئی والی نئی ویڈیو ویڈیو قرآن کی قرآن کی تلاوت تلاوت آپ آپ تک جلد تک پہنچ جلد پہنچ سکے. سکے. شکریہ. شکریہ. آج آج انشاءاللہ انشاءاللہ سورت سورت البقرہ کا البقرہ کا 18 اٹھارہ اور اور 19 رکو 19 رکو اکٹھے پڑھ اکٹھے لیتے پڑھ ہیں. لیتے ہیں. 18 رکو 18 چھوٹا رکو سا ہے چھوٹا نا. سا ہے نا. سورت سورت البقرہ البقرہ مدنی سورت مدنی ہے. سورت ہے. اس سورت اس کی سورت دو کی سو دو سو چھیاسی چھیاسی آیات آیات اور اور 40 رکو 40 ہیں. رکو ہیں. چلیں چلیں شروع کرتے شروع ہیں. کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله لا